لتحضير الكباب أو الكبة المهبلة الرمثاوية بدنا كيلو رفيعة. شو هي الرفيعة؟ هي عبارة عن جريش قمح ناعم بدون سلق، كيلو لحمة مفرومة خشنة طبعاً أو ناعمة هلأ بنعرف، كيلو بصل مفروم، بالإضافة إلى كوب من السمن، ملح وفلفل وهيل مطحون. نعم يلا، هيها مقادير جدا بسيطة. لما بنقول طبق شعبي تقليدي إذن هو غني، ولكن مقاديره سهلة وبسيطة على أيام البسيطة. بسم الله. بسم الله. في ناس بتحط زيت زيتون، بس أنا بفضل السمنة. ليش؟ لحتى تجمد، تمسك الحشوة، تمسك الحشوة وأسرع للكبكبة. نعم. ما بتفرط، الزيت بخليها تضل تفتح وبتغلب. يعني هاي أول نقطة بتحضير الكباب، ضروري نستخدم سمنة لحتى تشد حشوة اللحمة. نعم. طيب هلا البصل مفروم ناعم لحتى ما البصل ناعمه بنذبلها عشان ما تفتح العجينه معنا. مزبوط. يعني احنا ممكن نقول انه كبه، بس كثير ستات بتجيب مقادير بتحطها بتعمل كبه، يا بتفتح يا بتفرط بالقلي، لانها بحطوا زيت، الزيت عن جد كثير بغلب وبتفتح الكبه. فبنصح استخدام السمنه. تمام. طبعا بعد ما تتذبل بنحط ملح. يعني بتعرفي نور، أنا كتير مبسوطة على تفاعل الجمهور مع الأطباق الشعبية. يعني الكل عم يكتب إنه برمضان كتير طلعنا ونزلنا بالأطباق وزبطوا وهم كمان، ولكن هلأ صار الدور نرجع لأطباقنا الشعبية التقليدية ونذكر فيها فلفل. الجيل الجديد الفلفل حسب الرغبة، في ناس بترغبه سمنة وبصل وملح وفلفل وفلفل. وشيء أساسي كمون. كمون على حشوة البصل. حشوة البصل. نعم. وشوية هيل. وهيل هدول أساسيات من اللي بتجيبوا طعمة الكبة. نعم. تمام. بعدين هلأ بدنا نقلي البصلات. إحنا موجودين معاكم مباشر من خلال الفيسبوك، صفحة التلفزيون الأردني، صفحة مطبخ التلفزيون الأردني، صفحة متخصصة لكل عالم الطبخ وكل شيء يعرض طبخ على الشاشة. موجودين معاكم كمان مباشر على جميع صفحاتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدي أطلب من الزملاء الأعزاء بالجاليري إظهار أرقام التواصل والاتصال معنا من خلال المطبخ. أهلا وسهلا فيكم. نعم شكرا للزملاء. هلا بتطلع الأرقام أمامكم، اللي بحب يسألنا أي سؤال، بحب يصبح على حبايبه، أكيد إحنا بنتشرف فيكم جميعا. تمام. قلينا البصلات لحتى تتذبل البصلة. نستغل الوقت. شو بنعمل؟ بننقع الرفيعة. لحظة، هلا احنا هيك رح نزعل من بعض. انت بتعرفي رفيعة، احنا ما بنعرف الرفيعة. هاي الرفيعة. اي خلينا نحكي عن الرفيعة، من وين بدنا نشتريها، كيف اميزها اذا هي منيحة ولا لا، طريقة التعامل معها. نعم. هاي الرفيعة. نعم. هذه هي الرفيعة الناعمة. رفيعة. مزبوط. مجروشة. أيوة. على الناعم. على الناعم. انت بتجرشيها ولا بنجيبها من السوق؟ بالجاروشة. 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 نعم تمام. بنحط عليها شو؟ ملح. يلا هاي معلقة، تفضل. رح نحط ملح على كمون، بس يعني شيء خفيف لحتى ما يغمق العجينة. ما يغمق. صح. تمام. هاي البصلات بلشت تدبل معانا. بدنا نصبح اكيد على كل شركائنا بمطبخنا الكريم منتجات الكسيح، الله يعطيهم الف عافيه ورجع وتالق منتجات الكسيح. بنحط عليها بمختلف منتجاته الكسيح، في عنا العديد من المنتجات، ان كانت البشار، ان كانت الزيوت البخاخ، في عندهم الشوفان الناعم والمجروش، الارشله العاديه والحاره. يعني لو اضل احكي للصبح، وكالعاده هم بكل موسم من مواسم الطبخ، من مواسم رمضان، دائما في عندهم ما شاء الله بصمة بكل مكان، الله يعطيهم ألف عافية. هذا السيرب اللي سألتوني عنه هو للبانكيك، للوفلز بمشي، وعلى فكرة مش كتير حلو وسعره كتير قريب على جيبتي وجيبتك، بالإضافة إلى الملح اللي هو البحري العادي الأبيض وملح الهملايا البينك اللون زهري الأقل بنسبة اليود، بالإضافة إلى وجود الفلفل الأسود بعدة أحجام. طيب خلينا نرجع للرفيعة. هون ننقعها، نبللها مي. إذا شفتوا إنها احتاجت مي، يعني شفتوها بعد النص ساعة احتاجت مي، كانت شوي ناشفة، بتزيدوا لها مي. نعم. إذا شفتوها طرية بتزيدوا لها شو؟ رفيعة من اللي كانت ناشفة، تكون عندك على جنب، بتزيدي لها ناشفة. يعني في ناس كانوا يبعثوا لي إحنا بنكب الرفيعة. ليش تكبيها؟ يعني على الجهتين
ممكن تزبطيها. شديدة زيدي لها مي، طرية زيدي لها رفيعة، بنشدها بالرفيعة الناشفة مظبوط، وبتخليها ترتاح كمان ربع ساعة ترجع تمسك. طيب هلا احنا هون رح نتركها نص ساعة، احنا مجهزين طبعا خطوة سابقة، بس نص ساعة تستنى عليها. طب نص ساعة بتفرق الجو برد شوب رطوبة؟ لا ما بتفرق شمس. عادي ما بتفرق، ما بفرق. كمان مرة رح نورجيهم اياها، حطينا عليها ملح وكمون والمي بللناها. اذا حبيت تحطوا كركم معلقة صغيرة مش غلط، بس انا طبعي بحط على لونها على لونها. بعد النص ساعة اذا شفتي بدها مي زيديها ناشفة، وإذا شفتيها طرية كتير شديها بالرفيعة الناشفة اللي أنت تركتيها على جنب. رح نتركها ونطلع الجاهزة. بحطوا زيت، أنا ما بحب صراحة أحط فيها زيت، بصير دسم كتير. بنحط معلقتين بس على المي، ما نحط على الرفيعة. طب هلأ أنا بحب وأنت بتحبي، إحنا بدنا الأصول هيك. أيوة الأصول ما نحط عليها. هذا المهم، بدي الأصول أنا، لأنه أنا يعني بعمل إشي قديم يعني الحد ذات عملنا. ست البركة فيهم الحجيات، نرجلهم تحية، كل حدا عم يحضرنا بالعكس. الله يعافيك. يعني هذا شرف إلنا إحنا نعمل طبخاتهم، إن شاء الله تعجبهم زي ما إحنا بنعملها، لأنه الحجيات إلهم هيك لمسات خاصة. أكيد. طيب بعد ما ندبل البصلة نحط اللحمة. اللحمة خشنة ولا ناعمة؟ على يعني فرم مرتين دورين على ماكينة اللحمة. تمام. على السن الخشن نحن بنحكي لها بالرمثة، على السن الخشن. على السن الخشن، اللحمين بيحكوا عليها على المشط الخشن. بالضبط. طيب. في ناس تستخدم لحمة عجل ما بتحب يكون فيها لية. لأنه العجل معروف إنه ما فيها لية. يعني فنجان قهوتنا ما بيحلى إلا مع مطبخ التلفزيون الأردني، ولازم حلقاتكم نتابعها. شكرا لأنكم مميزين كتير بتحضير أطباقنا، احنا نوجه لكم تحية جميعا، الله يسعدكم ويسعد صباحكم. ومعنا اتصال مباشر من أم أحمد. ألو صباح الخير. صباح الخير كيف علا؟ يا صباح الورد والياسمين، أهلا وسهلا بأم أحمد. أخبارك؟ كل عام أنت بخير. أنت بخير وصحة وسلامة، كيفك يا أم أحمد؟ شو أخبارك؟ والله مشتاقيت لك كثير. تشتاق لك مكة يا رب، قولي لي من وين عم تحكينا؟ أنا من عجلونة بس سكان عمان. يا سلام، هلا الجو عندكم غرام بعجلون. والله غير شكل. حبيبتي الله يديمكم يا رب. كله ربيع وحلو. نعم، قولي يا أم أحمد، شو وضعك مع الكباب الرمثاوية بتحبيها؟ والله أنا بحب كل أهل الرمثة يعني. ونحن بنحبك. الله يخليك، صباح الخير وكل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير يا رب. الله يرضى عليها يا رب، ويسلم ديش ويطيط الحاتف وإديك يا عيوني. الله يسعدك. هاي اللي الرفيعة هي جريشة قمح، مش برغل يعني. قمح نعم. ومن حنوع الناعم عند الجاروشة. ما اللي بعرفه يا حبيبتي. حبيبة قلبي. الله يسعدك يا أمي ويسعد صباحك. شكرا على اتصالك أم أحمد، تعيشي وتعلمي وتربي وتكبري وتطبخي، الله يعطيهم الصحة يا رب، شقيوا بحياتهم كثير. هلأ دورهم يتدللوا. كمان بنرجع شو بنحط المكونات قلنا الأساسية، بنرجع بنحط الكمون غير اللي حطيناه بالمرحلة الأولى عشان نحسب حساب اللحمة. والهيل. والهيل عادي لو بتكثري هيل مش مشكلة، يعني هو اللي بيجيب الطعم. والكمون بنحطه عشان النفخة. نعم عشان البصل. بس نور أنا بشعر إنه بالكباب الرمثاوية ممكن كمية البصل بالحشوة أكثر من الكب اللي إحنا بنعملها العادية الشامية والأمور هاي، صح؟ شوفي هو المقادير، في ناس بكثروا بصل، بس أنا بحط كيلو كيلو بكيلو. المقادير الأصلية كيلو رفيعة، كيلو بصل، كيلو لحمة. سهل تحفظوها. كيلو كيلو كيلو. في ناس بتكثر بصلها بتعمل معها كمية أكثر، بس بدك الطعم يكون طيب وعلى أصولها حطي كيلو كيلو من كل صنة. طيب هلا بدنا نحكي احنا هون حطينا ايش نوع اللحمه اللي حطيناها؟ هون حطينا حوار. انت جايبه حوار؟ انا جايبه حوار وعامله بحوار. يا سلام يا سلام، اليوم الدلال خمس نجوم. لانه الكب لازم يكون فيه ليه. طيب هلا اللي بتجيبيها ليه عاديه بتحطيها ولا من سنام؟ بنحط ليه الخروف. ليه خروف بتحطي؟ نعم تمام. الله يديم الخير يا رب، معناته لازم نزور الرمثة كمان. هلا صار لنا سهله يا عيوني. بتنورينا. بتنورينا. يسعدك يا قمر. خلينا نشوف آمنة من الغار شو رأيها بهالكلام. صباح الخير يا آمنة. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. وانت بخير يا علاء. وانت بخير. هلا يا أمي أهلا، نورت.
انت اللي منوره، انت اللي منوره، منوره بالناس الطيبه والله. شرواكي الله يسعدك يا ربي، الله يسعدك على شلونك، شو اخبارك؟ والله انا مشتاقه لكم كميات كميات، لو نقعد على على الشاشه نحكي 10 ساعات ما راح اشبع منكم ابدا. والله والله انا اللي مشتاق لكم، مشتاق لك يا ابي، انت مشتاق لك، تشتاق لك مكه يا رب. الله يسعدك طول عمرك. قولي يا امنه. محمد الزنايد اهلا وسهلا فيك. شو رايك بالكباب الرمثاويه؟ جربتيها؟ بتطبخيها؟ هو في زي الرمثاء ها؟ هو في زي الرمثاء؟ ما في زي الرمثاء والله حبيبتي. الله يسعدك طول عمرك يا رب. الله يسعدك يا رب، الله يسعدك يا رب. الله يخليكي من ذوقك ولطفك الراقي والله. الله يسعدك، الله يسعدك، الله يخلي الرمثاء ان شاء الله يا رب. حبيبت عمري رب. الله يخليكي. اللهم امين. طول عمرك. قولي لي يا ست امنه، كيف الجو بالغار اليوم؟ بجنن بجنن، بدها رحلة ها؟ والله بجنن، يا ريت تزورينا بي. يا ريت، الله يجمعنا بالناس الطيبة كل ساعة وكل وقت يا رب. الله يعطيك الصحة وطولة العمر ويديم عليك السعادة دائما. كمية الطاقة اللي بصوتك غير شكل. من الغور رح نطلع بطيارة لأنه بالسيارة ما رح نلحق، رح نزور عين الباشا بشكل سريع ونشوف أم علي. ألو صباح الخير يا أم علي. يصبحن بنوار النبي يا رب. عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا ست الكل. لكم والله كثير كيفكم. حبيبتي أهلا وسهلا يا أم علي، كيف حالك؟ أصبح عظيفتك الحلوة والله ما شاء نعم الله عليها. نعم تفضلي يلا معك. تفضل يا عمري. حبيبتي صبحت من وراء النبي يا ربي والله. الله يسعدك كثير ما شاء الله، مبين عليها أكلة زاكي، أنا ما عمري جربتها صراحة. طاحت عليك. جربيها، تفضلي أمان جيرة الله، زورينا. إن شاء الله والله إلي صاحبة عندكم بالرمثة، إن شاء الله غير أزوركم إن شاء يا الله. يا ميت أهلا وسهلا صراحة. طبق جد بتنور الرمثة بعيوننا والله. إحنا وأنتوا وأمة محمد أجمعين. آمين اللهم آمين. حبيت أصبح عليك وأقول لكم الله يعطيكم العافية كل سنة. الله يعافي قلبك يا ربي. وأنت سالمة يا أم علي من العايدين يا رب، أنت وحبايبك. اهلا يا امي، يا هلا. تفضلي. استوت اللحمه تمام جاهزه. بعد ما تستوي اللحمه بنصفيها من الزيت، لازم نصفيها. بس اغلبك تجي لي سنوبرات الله يسعدك. حاضر السنوبر هذا طالما في سمنه انا ادلل ليها. الثاني الزيت ذره بدي اقليها. بدك بزيت؟ حاضر امك. هون شو بنعمل؟ بنكون ناقعين الرفيعه اللي هي كانت ناشفه، بنحط عليها مي دافية. هاي بعد النص ساعة الأولى. بعد النص ساعة بننقع الرفيعة. في ناس بيخلوها أكثر، بس شو بصير مثل العجينة. كل ما طولت فيها بالنقع بصير مثل العجينة. ما بصير، نحن بنحكي بالرمثة عنها مبرغلة يعني خشنة. نعم. أما الملسة منظرها غير لائق. مهم جدا، إذا إحنا هاي الخطوة مهمة بعد النص ساعة الأولى. أيوة. بندعكها دعكة خفيفة بس ما تطولي فيها بالدعك. يعني زي هيك. هاي شوفوا معاها، هايها موجودة أمامكم اللي جهزت بعد النص ساعة. كيف قوام الرفيعة صار على إيدي؟ فيها ناشفة بتزيدي لها مي، طرية نزيد لها برغل. نعم تمام ماشي. معنا اتصال من الرمثة. هجموا هجموا المسلمين. ألو صباح الخير. صباح الخير ميسون، كيف حالك؟ الله يسعدك. جوك يا ميسون، كيف امورك؟ تمام الحمد لله، كيفك؟ اهلا وسهلا باهل الرمثة. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا ست الكل، من العايدين يا رب. اهلا بيتك كمان. اهلا وسهلا، هاي نور معك، بتعرفي نور ولا لا بالرمثة؟ لا ما بعرفها شخصيا، بس اني بشوفها يعني على اليوتيوب وعلى بتسمع. حبيبتي اهلا وسهلا. تفضلي ستي نور معك. تفضلي. لا انا ما بدي اسلم عليها، تشوفوا عليها يعني، بس ما بدي. الله يسعدك اهلا وسهلا فيك ستي وصباحك سعيد. بدي اسالك بس سؤال. امرك بخدمتك تفضلي. بدي اسالك عن الكريمه، عن الكاسو، انه كيف بدي اعملها بالبيت؟ ساعدوني بالجاليري لاني مش عم بسمع. كيف بدي اعملها بالبيت الكريمه؟ كريمه الكاسو. كريمه الكاسو بدك تسويها بالبيت؟ ايوه. حاضر امرك. اهلا وسهلا امرك. شكرا. حاضر يا ستي حاضر. طيب هلا الكريمه في منها باودر بالسوق بنباع بالكيلو، هاي احسن شيء للبيوت، اعتمدوها كلياتكم من محلات اللي هي المواد الخام تاعت الحلويات للمطاعم وللاوتيلات، بنباع الكيلو بثلاث دنانير ونص بنوعيه كثير منيحه. تمام. اذا صار ولا بد وبدك تجيب السائل، بس بتجيبيها بدها تكون مبرد كثير منيح من الثلاجه، وبعد ما تجيبيها من الثلاجه بس بتخفقيها بخفاقه الكيك فقط. عندك انت لحمه مصفيه وايش؟ وبارده. وبارده ايوه مهم، تسهل
عملية الكبكبة. نعم. يلا خلينا نشوف أم راشد. ألو صباح الخير. ألو يا أم راشد. صباح الخير. صباح النور والسرور. صباحكم بأنوار النبي عليه الصلاة والسلام. نورت الناس الطيبة. الله يسعدك. الله يسلمك. بحكي معك من الزرقاء. نورت بأهل الزرقاء حبايب القلب. الله يسلم عمرك حبيبتي. وانت إدر أهل الرمثة مشهورين بالكبابة. احنا مشهورين بالششبرك الفلسطيني. أصلاً إلك مصلحة تيجي تعمل لنا ششبرك فلسطيني؟ طيب والله بتمنى. يا ريت. أنا خليك على الخط ما تسكري. هلأ بناخد رقمك وتدللي، يعني أنتوا أصحاب المكان وإحنا الضيوف. حبيبتي شكرا لكم. ممنوني إليك إن أفضل. بتنوري يا حبيبتي. بتنوري حبيبتي. حبيبتي أنا. أبشري يا أمر. تدللي بس خلي لي رقمك تحت الهواء. أهلا وسهلا. وهي السنوبر. أنت على قلبها عم تسوي، مش عاجبها تسوي بدون سنوبر. حاط أنا سنوبر بس كثير بيعطي طعم طيب لما تحط. طب السؤال هلأ أنا أجيت أوصي من عندك كباب رمثاوية. أيوه. ومعاي أجانب أو معاي ضيوف من برا البلد. أيوه. بتحطي لي سنوبر بالحشوة؟ أكيد بحط. أنا كأوردر خارجي يعني كطلب خارجي بحط. ولا فقط إنه لا للبيت. أنا على طول بحط دائما. بس صراحة متعودة أحط لوز مبروش يعني أوفر شوي أطرى سعره. صراحة يعني في ناس بيحكوا لي حطي لي سنوبر وما تشيلها عادي كل شيء بسعره. وفي ناس شرواكي يعني اللي بيستحق شرواكي. وكل الناس خير وبركة أكيد. بس في ناس يعني أكابر شرواكي يعني وعزيمة وإشي ناس كبارية بحط لهم. نعم تمام. انشراح الحباشنة بتصبح علينا ونور لدريبي وسميرة يعقوب. شو نحكي للعطار؟ جريشة رفيعة ولا برغل ولا شو؟ شكرا لكم. هي رفيعة. أحكي له رفيعة جريش ناعم. جريش ناعم طبعا هي موجودة بس بالرمثة حصريا ما في بأي مكان. ومبارح ضيفتنا ست هالة بمعان بتقول لك البهار بمعان، فإحنا لازم بعينك الله عبي هالسيارة بنزين ولف على كل المحافظات وجيبوا الأغراض. والله الرمثة الله يديم الخير يا رب. الله يسعدك. طيب خلينا نشوف إذا في أسئلة اكتبوا لي على البث المباشر عشان نسأل نور ونستفيد من معلوماتها بهالموضوع. وليد بصول من مستشفى الملك المؤسس بصبح عليكم. صباحك سعيد أنت وكل الكادر وكل العاملين بالمستشفى. أم عبد الرحمن الخلايلة صباح الورد والله يعطيكم العافية وشكرا على هالوصفة الجميلة. هلأ أنت عم تشتغلي بسرعة، أنا عارف أنك شاطرة بس إحنا بدنا شوي شوي رح نتبع معك على الكاميرا لحتى الستات شوي طلقت الطريقة. هاي الرفيعة بعد النص ساعة ما نقعد ودعكناها ماشي منكورها كرات. نعم كرات. كرات تمام ماشي. شو بتغطي إيدك بزيت زيتون. نعم على كف الإيد. على كفة الإيد. أيوة. تحفري فيها بتنقريها. نعم. بتصيري من تحت من تحت. أنت ثبتي إيدك فوق. الكاميرا باخدي. أيوة هيك. تمام من تحت وبتضغطي بتلفي وبتضغطي بتلفي وبتضغطي عشان كله يكون متساوي. متساوي وتكون رقيقة. نعم لحتى يعني تاخذ لحمة. بسم الله. كل ما رققتيها الحشوة ما شاء كل ما رققتيها تاخذ لحمة أكثر. وشوفي لما تكون اللحمة باردة تمسك تمسك وبتاخذ يعني بتلبسيها تلبيس. أيوة. في ناس بهروا هيك فيها. طب لما تنطبخ الكبة بتطعج ما بتعطي منظر. نعم صحيح. حلو هيك تكون مليانة ما بتطعج. تكون مليانة ما بتطعج. تمام. أيوه. يلا حنبلش نلم ونسكرها بشكل دائري. أه. أيوه. ضلك سكري. هاي الزوائد طبعا بتشيليها. نعم. لحتى ما تكون في زيادة. ما شاء الله. طيب هلأ إحنا كبكبنا الكباب وجهزناها وأمورها تمام. بعدين شو رح نعمل؟ طبعا بعد ما نكبكب الكمية كل كيلو بتعمل 30 حبة. على الليبرة. يعني إذا زادت واحدة تنتين. هاي إذا عبيت اللحم صح. ماشي تمام. أيوة. أميرة بتصبح علينا من صربيا. بدنا نوجه تحية لكل الجاليات الأردنية بمختلف بقاع العالم. إن شاء الله بترجعوا لنا بالسلامة وبنشوفكم على خير. أم رامي كنعان كمان بتصبح علينا. ومنير الشرمان من المزار الشمالي صباحكم ورد وياسمين. هلأ إيش بدنا نسوي بالكباب؟ بدنا نجهز مية للكباب. اسمه كباب مهبل. في ناس تطبخ على البخار. أنا بحط شوي مي. ليش؟ ليش؟ تعطي يعني منظرها أحلى. على البخار بتلزق ببعضها بصير منظرها مش حلو. وممكن تنتش العجينة الخارجية. أيوة. تمام. هلأ هون إحنا حطينا المي قبل الفاصل عشان نشوف الخطوة. تغلي. لازم تكون تغلي. تمام. نحط فيها زيت زيتون. يعني بدل ما أنت تحطي بالعجينة نحط على المي أفضل. أرتب كمان.
للنتيجه صح. النهائيه مزبوط. اما يصير كلها زيت وابصر شو ما بيعطي منظر حلو. علوش بتقول كباب الرمثة لا يعلى عليه. تفضلي بنحط عليه ملح. يعني. ملح، إذا مي مغلية، زيت زيتون وملح. تمام. كركم. يلا كركم، هلا بنحط كركم وبعدين رح ننزل اللي هو الكباب. مزبوط. بعد ما تغلي بعد الغليان طبعا، لا تنزلي الكبلة لما تغلي. طيب. هي الكركم ورح نطلع فاصل وبعد الفاصل بشكل سريع بتكون غليت المي لحتى نشوف خطوة الكباب كيف نزلت معانا بالمي المغلية. فاصل ورجعين خليكم معنا.